في عملية انتقالية تستمر 18 شهرا. هذه العملية الانتقالية لا تزال جارية ولم تتطور الأوضاع. لقد التقيت ليبيين من شتى أنحاء البلاد للاستماع إليهم ولكي أعرف كيف يعيشون حياتهم اليومية، وكانت هناك رسالة واحدة تتكرر بشكل دائم. قالوا لي: نحن لم نعد نتحمل هذه الأوضاع، وما يريده الشعب الليبي هو حكم رشيد مستدام وظروف عيش لائقة وكريمة، ولكن عوضا عن ذلك فهم قد عانوا من تدهور الأوضاع، والاقتصاد لا يزال يتدهور أيضا، والبنى التحتية والخدمات تتدهور أيضا، القانون لا يسود، وهناك مناطق لا توجد فيها أي سلطة حكومية يمكن للشعب أن يستعين بها. كان هناك عدة أزمات، والواقع أن الموارد المتوفرة حاليا ليست ملائمة ولا كافية. الشعب الليبي يعيش في حالة من انعدام اليقين، لذلك فإذا أردنا العملية السياسية أن تنجح ينبغي تحرير المؤسسات، وينبغي توحيد هذه المؤسسات، وينبغي للمؤسسات الخاملة أن تعود للعمل وبنشاط. هذا ينبغي أن يحدث في كل مجالات الحوكمة، وعلى المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي. ليبيا بلد لديه إمكانيات عظيمة، ومواطنو هذا البلد يمكن أن يعيشوا مستقبلا عظيما أيضا وواعدا، وهذا أمر مهم وفي مصلحة الجميع. إذا كان كانت ليبيا قوية فسيتسنى لها أن تحارب المجموعات الإرهابية، وستتحكم في حدودها، وستكون بمثابة شريك فعال لكل من يريد العمل معها لتحقيق المصالح المشتركة. هذا المستقبل في متناولنا بالفعل، والشعب الليبي يعرف ذلك، والدول الأعضاء الحاضرة هنا أيضا تعرف ذلك، وسعادة الأمين العام يعرف ذلك، وهو أكد على ذلك بكل وضوح قبل قليل. لذلك فقد طلب مني في اجتماعنا الأول أن أضع خطة عمل لهذا البلد. خطة العمل ليست من تصميمي أنا، هذه الخطة أعدها الشعب الليبي من شتى مناطق البلاد، كل الليبيين الذين التقيت بهم. هذه الخطة تعكس آمالهم، وإن الشعب الليبي يود عملية شاملة دامجة، يود المضي قدما بمراحل متعارف عليها وبأهداف واضحة، وفي كل مرحلة ينبغي أن نعمل في إطار زمني واضح. الليبيون يودون أن يشعروا بأنهم يتملكون هذه العملية، والأمم المتحدة بمعية عدد من الشركاء على أتم استعداد لتقديم المساعدة لليبيا، ونأمل أن الدول الأعضاء ستساعدنا على تحقيق ذلك أيضا. إن الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الأساسي لإنهاء الأزمة. هذا الاتفاق ضروري، لكنه في الوضع الحالي ليس ملائما. المرحلة الأولى من هذه العملية ينبغي أن تكون من خلال تعديل هذا الاتفاق. إذن سوف نبدأ من الأسبوع المقبل، وعلى أساس الفقرة 12 من هذا الاتفاق سوف نعمل مع البعثة الأممية في ليبيا على تقديم هذه التعديلات واعتمادها. بعد ذلك سيكون هناك مؤتمر وطني. هذا المؤتمر الوطني سيفتح الباب لدعم كل المهمشين الذين لم يتسنى لهم المشاركة في العملية السياسية. هنا سيتسنى لهؤلاء أن يخوضوا في عمليات المصالحة الوطنية، وإذا أردنا لهذا المؤتمر أن ينجح ينبغي أن يكون هناك ممثلين من مجلس النواب ومن مجلس الدولة ومن كل المؤسسات، وكذلك من أطراف غير ممثلين في هذه المؤسسات. الأمم المتحدة ستنظم هذا الاجتماع، هذا المؤتمر، تحت إشراف الأمين العام، وهنا سيتم التعرف على أعضاء جدد ينبغي ضمهم للمؤسسات التنفيذية في هذا البلد. وبعد ذلك فإن مجلس النواب والجمعية المعنية بصيغة الدستور سيعملان يدا بيد. مجلس النواب سيضع بعض التشريعات الأساسية للمضي قدما باستفتاء دستوري ثم انتخابات عامة وبرلمانية، وإنني أدعو جميع أعضاء البرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم، إذ هم يمثلون الشعب الليبي والأمة الليبية، وذلك لتفعيل القوة والسلطة التشريعية من جديد. بعد ذلك فإن الجمعية
الحماية المعنية بصيغة الدستور ستأخذ في الاعتبار هذه المقترحات وستمضي قدما على أساسها. هذه العملية السياسية ينبغي أن تقوم على تقدم ملموس في عدد من المجالات. أولا، فإن اللجنة العليا للانتخابات ينبغي أن تكون مستعدة للعملية الانتخابية، وإن الأمم المتحدة ستقدم المساعدة في ذلك. كذلك ينبغي أن يكون هناك حوار مع المجموعات المسلحة حتى يتم إدماج أعضاء هذه المجموعات في الحياة السياسية والاجتماعية. ينبغي أن تكون هناك أيضا مبادرة لتوحيد الجيش الوطني، وكذلك جهود مصالحة محلية ينبغي تفعيلها وتعزيزها. ينبغي اتخاذ التدابير الضرورية أيضا لمواجهة مشكلة النازحين، ولا سيما من خلال آلية تمويل ملائمة. في غضون ذلك، فإن الأسرة الأممية على المستوى السياسي والإنمائي والإنساني ستبذل قصارى جهدها لتحسين ظروف معيشة المواطنين الليبيين، وإنني أدعو الدول الأعضاء إلى تقديم التمويل لصندوق الأمم المتحدة المعني بالاستقرار في ليبيا حتى يتسنى تقديم كل المساعدة. وبعد مرور سنة من اليوم ينبغي أن نكون قد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من هذه العملية. ينبغي أن يكون كاستفتاء إذن، وفي إطار الاستفتاء الدستوري سيتم بعد ذلك انتخاب رئيس وانتخاب برلمان، مما سيؤدي إلى نهاية المرحلة الانتقالية. هذه العملية في جميع مراحلها ستكون ضرورية لتوفير. شاهدينا، استمعنا إلى كلمة المبعوث الخاص.